الرئيس السيسي يعرب عن تضامنه مع السودان ويؤكد استعداد مصر لدعم الخرطوم لمواجهة آثار السيول. برلين تمهل موسكو بضعة أيام لتوضيح ملابسات تسميم نافالني وتهدد بعقوبات. إصابات في حوادث طعن متزامنة بمدينة بيرمنغهام البريطانية. العاشرة صباحاً الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة، مرحباً بكم. في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك احمي بلدك. نبدأ مع حضراتكم مشاهدينا الكرام هذه النشرة. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص التضامن مع الأشقاء في السودان حكومة وشعباً جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق والتي أدت إلى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات. أكد الرئيس السيسي استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان. أكد الرئيس السيسي استمرار دعم مصر لمملكة البحرين في كافة مواقفها السياسية. وخلال لقائه بوزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، شدد الرئيس السيسي على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري. ومن ناحية أخرى، وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، وجه الرئيس السيسي بالتعامل مع محاور تطوير الريف المصري من منظور شامل وعمل جماعي متناغم للوصول إلى أفضل نماذج التطوير من كافة الجوانب الإنشائية والخدمية والمعيشية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير هشام الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة وزير الخارجية البحريني إلى القاهرة، طالبا سيادته نقل تحياته لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، ومشيرا إلى خصوصية العلاقات المصرية البحرينية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، وهو ما تجسد في التوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية، مؤكدا سيادته في هذا السياق على استمرار الدعم المصري للبحرين في كافة مواقفها السياسية. من جانبه، أعرب الدكتور عبد اللطيف الزياني عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، ناقلا للسيد الرئيس تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى، ومؤكدا الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، خاصة في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا سيادته بالدور المهم الذي تقوم به دولة البحرين وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية. بينما ثمن وزير خارجية البحرين دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، والدكتور ولاء جاد مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية.
الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالتعامل مع محاور تطوير الريف المصري من منظور شامل وعمل جماعي متناغم يشمل قطاعات الدولة ذات الصلة. وقد شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يستهدف 1000 قرية صغيرة على مستوى الجمهورية في إطار برنامج حياة كريمة وبالتعاون مع كافة أجهزة الدولة. كما اطلع السيد الرئيس على المشروعات الخدمية الحكومية الجاري تنفيذها في القرى، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لا سيما فيما يتعلق بجهود توسيع شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في خفض نسبة الفقر من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجا، وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، فضلا عن اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا وتقديم المساعدات اللازمة لهم. كما تم استعراض البرنامج القومي لدعم فئة الصيادين وتوفيق أوضاعهم من خلال عدة محاور توفر لهم الإطار المناسب للحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق وجه السيد الرئيس بأن يتضمن برنامج الدعم تزويد الصيادين بتجهيزات وملابس الحماية الشخصية من المخاطر المصاحبة للمهنة، وبتمويل من صندوق تحيا مصر. سلمت مصر إلى العراق كمية كبيرة من المساعدات الطبية ومواد التطهير تنفيذا لتوجيهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقا من الدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة في أوقات المحن والأزمات. أعرب الجانب العراقي عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع شعب العراق الشقيق للمساهمة في مجابهة انتشار فيروس كورونا، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومواد التطهير، والتي ستساهم في تخفيف العبء عن دولة العراق، حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومواد التطهير والمقدمة من جمهورية مصر العربية. وأكد دكتور أحمد نايف الدليمي سفير جمهورية العراق بمصر على أهمية تلك المساعدات في مساهمة قطاع الصحة العراقي في مجابهة انتشار فيروس كورونا. أشكر جمهورية مصر العربية الشقيقة على تقديم هذه المواد الطبية والأجهزة والأدوية إلى العراق، وحقيقة ليس بالغريب أن تكون هذه المساندة بين البلدين الشقيقين، وهذا نابع من الترابط التاريخي بين البلدين الشقيقين والعلاقات التاريخية والأزلية بين العراق ومصر. حيث كان في استقبالها عدد من المسؤولين بجمهورية العراق، وأعرب الجانب العراقي عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات. تشرفنا اليوم باستقبال المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر إلى جمهورية العراق. هناك تنسيق كبير بين البلدين، وخاصة فيما يخص مكافحة جائحة كورونا، وهذه المساعدات هي عبارة
ودلائل على التعاون بين الشعبين الشقيقين المصري والعراقي، وهي ليست بغريبة على جمهورية مصر ولا على الشعب المصري. هذه المساعدات شكرنا وتقديرنا باسم الحكومة العراقية وباسم وزارة الصحة وباسم الشعب العراقي إلى حكومة مصر العربية وإلى الشعب المصري على هذه المساعدات. تأتي تلك المساعدات انطلاقا من الدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة في أوقات المحن والأزمات. انطلقت اليوم جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج عن طريق البريد السريع، وذلك وفقا للجدول الزمني للعملية الانتخابية. تجرى انتخابات الإعادة في الخارج على مدار يومين، فيما تجرى الإعادة في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتجرى الإعادة على 26 مقعد بالنظام الفردي في 14 محافظة بعد حسم 74 مقعد من الجولة الأولى. أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بالشرقية. كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تواجد عنصرين شديدي الخطورة يقومان ببيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق بلبيس الصحراوي، حيث جرى استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام. ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق عيرة نارية تجاهها، فبدلت القوات إطلاق العيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف. أسفر التعامل عن مقتلهما والعثور بحوزتهما على 3 بنادق آلية و3 اسطوانات لمخدر الهيروين و3 هواتف محمولة، إضافة إلى مبلغ مالي. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها. حققت محافظة القاهرة المعادلة الصعبة في تطوير المناطق العشوائية بحي منشأة ناصر ومناطق الضويقة والرزاز وشمال الحرفيين، وذلك من خلال توفير وحدات مجهزة للسكان بالأثاث والأجهزة الكهربائية بمدينة الأسمرات، وإنقاذ الأهالي من خطر الموت أسفل الأنقاض وخطر انهيار الجبل للعقارات خاصة المناطق المهددة للحياة. فضح أهالي مناطق الضويقة وشمال الحرفيين بمنشأة ناصر ادعاءات وأكاذيب قناة الجزيرة وقنوات الإخوان الإرهابية، بعدما أكدوا حصولهم على وحدات مؤثثة بالكامل وبدون مقابل مع دفع إيجار رمزي وتملك الوحدة بعد فترة، حيث نقلت محافظة القاهرة مؤخرا سكان منطقة شمال الحرفيين الجاري إزالته حاليا ضمن مخطط تطوير المناطق العشوائية. ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أكد أنه ما زالت الأعمال جارية في تطوير عشوائيات منشأة ناصر، وأشار إلى أن كافة المباني بمنشأة ناصر مقامة على أراضي دولة، وهناك مناطق مهددة الحياة وخطرة، ويتم نقل سكانها إلى مدينة الأسمرات في وحدات مجهزة. أضاف نائب محافظ القاهرة أن هناك من ينقل صورة مخالفة للواقع لتشويه مجهود الدولة، ومشيرا إلى أنه تم نقل أكثر من 6000 أسرة من منشأة ناصر وبتسكينهم بوحدات مجهزة، لافتا إلى أن بعض غير المستحقين يحاولون الحصول على وحدات سكنية بدون وجه حق. أكد الناطق باسم الحرس الوطني التونسي القضاء على 3 إرهابيين خلال عملية إرهابية وقع صباح اليوم في مدينة سوسة. وقالت الشرطة التونسية إن الشرطيين تعرضا للطعن خلال العملية، مما أدى إلى مقتل أحدهما، فيما وصفت حالة الشرطي الثاني بالخطيرة. هنأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرقاء السودان على توقيع اتفاق جوبا، وحث جميع الأطراف على اغتنام الفرصة للسلام. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة عبر تويتر إن الولايات المتحدة تشجع على المضي في طريق السلام والوحدة والمساواة لكل السودانيين. أعلنت قيادة العمليات المشتركة أنها جادة في فرض القانون في كل المحافظات التي تعاني من انفلات أمني بسبب السلاح غير المنضبط. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم العمليات قوله إن القيادة نفذت عمليات أمنية في بغداد والبصرة لمطاردة وملاحقة الخارجين عن القانون.
أضاف أن العملية الأمنية حققت نجاحات كبيرة بعد ضبط أسلحة متنوعة ومطلوبين في قضايا الإرهاب وتجارة المخدرات. وأوضح أن انطلاق العملية الأمنية الأخيرة جاءت من أجل حصر السلاح بيد الدولة، فضلا عن فرض هيبة الدولة والقانون. استأنف مجلس النواب العراقي عقد جلساته البرلمانية بعد توقف لقرابة 6 أشهر جراء تفشي وباء كورونا. ودعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي القوى السياسية، دعاهم إلى عقد اجتماعات مكثفة للانتهاء من قانون الانتخابات والمضي بإجراء انتخابات مبكرة. هذا وقد أنهى مجلس النواب العراقي خلال جلساته القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا. قال الشيخ صباح الخالد صباح رئيس وزراء الكويت للتلفزيون الرسمي إن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح مستقرة. وأضاف أن آخر تقرير من الفريق الطبي الكويتي المرافق لأمير الكويت أكد أن صحته مستقرة وفي تحسن. كان أمير الكويت قد توجه للولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية. أعلنت الشرطة في مدينة بيرمنغهام البريطانية عن تسجيل حادث كبير بعد أنباء عن إصابة عدد من الأشخاص في حوادث طعن متعددة. وقالت الشرطة في بيان لها إنها تتعامل مع أكثر من حادث طعن حدث بالتزامن، وأشارت إلى أنها على علم بسقوط جرحى دون الإعلان عن مزيد من التفاصيل سواء بتحديد عدد الإصابات أو مدى خطورتها. انطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 في ولاية نورث كارولينا، حيث باشرت الولاية بإرسال بطاقات الاقتراع الأولي إلى أكثر من 618 ألف ناخب طلبوا التصويت عبر البريد. وباستلام بطاقات الاقتراع يبدأ سباق انتخابي مدة 8 أسابيع ينتهي في نوفمبر في الولاية التي يعتبرها البعض من الولايات المتأرجحة فيما يخص ميول التصويت. من ولاية نورث كارولينا بدأ سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020، حيث قامت الولاية بإرسال بطاقات الاقتراع الأولى إلى أكثر من 618 ألف ناخب طلبوا التصويت عبر البريد. وباستلام بطاقات الاقتراع يبدأ سباق انتخابي مدته 8 أسابيع ينتهي في نوفمبر المقبل في الولاية التي يعتبرها البعض من الولايات المتأرجحة فيما يخص ميول التصويت. فوفقا لمراقبين تعتبر نورث كارولينا من الولايات التي تتأرجح سياسيا بين الحزبين الكبيرين، فهي تصوت في بعض الأحيان للديمقراطيين وفي أحيان أخرى تصوت للجمهوريين، كما يبذل المرشحون جهودا كبيرة لاستمالة الناخبين فيها من خلال الحملات والإعلانات التي تبث على وسائل الإعلام المختلفة. وعلى الرغم من أن مرشح الحزبين يعتمدون على ولايات عادة ما تصوت لصالح حزب معين، فإن الولايات المتأرجحة وفقا لمراقبين تلعب دورا حاسما في أي انتخابات رئاسة أمريكية، ويعول عليها المرشحون خاصة الولايات التي تتمتع بعدد كبير من المندوبين في المجمع الانتخابي. وأثارت أزمة فيروس كورونا المستجد اهتماما تاريخيا بالتصويت عبر البريد بعيدا عن مواقع الاقتراع، حيث طلب الملايين من الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة بطاقات الاقتراع عبر البريد، ما وصفه مراقبون بأنه زيادة فلكية عن عام 2016. وبعد استلام البطاقات يتعين على الناخبين ملؤها وإرسالها مرة أخرى إما عن طريق البريد وإما بإحضارها إلى مكتب الانتخابات. في تلك الأثناء يسعى ترامب للحفاظ على الولاية المتأرجحة بعد أن استحوذ على أصواتها في انتخابات 2016 بتقدم نسبته 3.7%. وتقول حملة ترامب الانتخابية إنها طرقت أكثر من 425 ألف باب في نورث كارولينا، واكتذبت أكثر من 4,700,000 ناخب فيها. يأتي هذا فيما يأمل منافسه جو بايدن أن يقلب الآية في الولاية للمرة الأولى منذ 2008. من جانبه اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن التصويت عبر البريد بكثافة يهدد نزاهة الانتخابات الرئاسية، بينما اقترح ترامب على الناخبين بالتصويت مرتين، مرة بالبريد ومرة أخرى شخصيا في مراكز الاقتراع لاختبار النظام.
ضم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن ضم منافسه السابق بيت بوتيجيج ومسؤولين بارزين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إلى فريق الانتقالي الموسع. عين بايدن منافسه الديمقراطي السابق بوتيجيج في الهيئة الاستشارية بجانب سالي ياتس نائبة وزير العدل السابقة وسوزان رايس مستشارة الأمن القومي في إدارة أوباما والتي كان اسمها مدرجا على القائمة القصيرة لمنصب نائب بايدن. بدأت النائبة العامة لولاية نيويورك الأمريكية في تشكيل هيئة محلفين كبرى للتحقيق في قضية دانيال برود وهو رجل أسود توفي بعدما وضع ضابط شرطة بمدينة روتشستر غطاء على رأسه وثبتوه على رصيف لمنعه من الحركة. اندلعت احتجاجات في روتشستر والتي يقطنها نحو 200 ألف نسمة بعدما نشرت عائلة برود تسجيل فيديو التقطته كاميرا مثبتة في ملابس ضابط لعملية اعتقال دانيال برود في مارس الماضي حيث توفي داخل مستشفى بعد أسبوع من اعتقاله وجرى إيقاف 7 ضباط عن العمل يوم الخميس بسبب الواقعة. خلص تقرير الطبيب الشرعي إلى أن الرجل قتل نتيجة مضاعفات اختناقه وهو مقيد. تبدأ برلين مناقشات أوروبية تتعلق بفرض عقوبات محتملة على روسيا إذا لم تقدم توضيحات بشأن قضية تسميم المعارض أليكسي نافالني. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه إذا لم يسهم الجانب الروسي في توضيح ما حدث فستضطر برلين والتي تترأس حاليا الاتحاد الأوروبي لمناقشة الرد مع الدول الأعضاء، ومشيرا إلى أن عدة مؤشرات تدل على وقوف روسيا خلف عملية التسميم. مرض المعارض الروسي نافالني عندما كان على متن رحلة جوية في الشهر الماضي وخضع للعلاج في مستشفى في صربيا قبل أن يتم إجلاؤه إلى برلين. اتهمت الخارجية الروسية برلين بتعطيل جهود التحقيق في قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني. وأفادت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا على فيسبوك أن برلين تتعمد عملية التحقيق التي تدعو إليها، ومشيرة إلى أن خبراء غربيين عملوا على تصنيع غاز الأعصاب نوفيتشوك. وجاء ذلك ردا على منح ألمانيا الحكومة الروسية مهلة لتقديم تفسيرات حول تسميم المعارض أليكسي نافالني وتهديد بفرض عقوبات محتملة على روسيا. يتجه إعصار هايشن القوي نحو جزر جنوبي اليابان، وأصدرت السلطات أوامر بإجلاء للمئات من الآلاف من السكان. طلبت مدينة كاغوشيما من سكانها والبالغ عددهم 246 ألف نسمة ترك منازلهم في الوقت الذي حذر فيه خبراء الأرصاد من الفيضانات. وذكرت وسائل إعلام يابانية أن الإعصار أرغم السلطات اليابانية على تعليق عملية البحث عن عشرات البحارة المفقودين إثر غرق سفينتهم جراء عاصفة أخرى.
أعلنت وزارة الصحة عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 77208 حالات. وأشار المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد إلى تسجيل 130 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، لافتا إلى وفاة 16 حالة جديدة. مدد المسؤولون في استراليا تدابير الإغلاق الصارمة بمدينة ملبورن أسبوعين إضافيين لاحتواء فيروس كورونا. وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيال أندروز إن تدابير الإغلاق كان من المفترض أن ترفع بعد تطبيقها طوال 6 أسابيع، لكن سيتم تمديدها حتى 28 من سبتمبر. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعالية حفل إجراء قرعة بطولة كأس العالم لرجال كرة اليد والتي تستضيف مصر نسختها 27، تقام خلال الفترة من 14 إلى 31 من شهر يناير المقبل، وذلك بمشاركات 32 دولة لأول مرة في تاريخ بطولة العالم لليد. وفي مستهل كلمته نقل مدبولي تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة المشاركين في حفل إجراء قرعة بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد والمتابعين له من مختلف دول العالم عبر وسائل الإعلام، وعن تمنياته بالتوفيق والنجاح لهذا الحدث الرياضي العظيم. رحب رئيس الوزراء بالحضور والمشاركين في الاحتفالية على أرض الكنانة مصر، مهد الحضارة والتاريخ المشرف والعريق ومنطقة الأهرامات، أحد أهم وأعظم الشواهد على عظمة الحضارة الإنسانية. كما رحب بجماهير الرياضة المصرية والعالمية المتابعين لفعاليات هذا الحدث الهام عبر وسائل الإعلام المختلفة، متمنين التوفيق والنجاح للبطولة وطيب الإقامة في بلدهم الثاني مصر. أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 والتي أقيمت تحت سفح الأهرامات عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات السويد وجمهورية التشيك والمتأهل من قارة أمريكا الجنوبية. وصلنا لختام النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يعرب عن تضامنه مع السودان ويؤكد استعداد مصر لدعم الخرطوم لمواجهة آثار السيول. برلين تمهل موسكو بضعة أيام لتوضيح ملابسات تسميم نافالني وتهدد بعقوبات. إصابات في حوادث طعن متزامنة بمدينة بيرمنغهام البريطانية. وفي النهاية نحيط علم السادة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز هو 11785 فيرتيكال. شكرا لكم وإلى اللقاء.